حمزة من موقع شواقع، واحد السؤال يعني في أغانيك أخيرا اختاريت واحد الستيل كيف ما نقولوا بلغة الراب الكلاش. أنا ولا كنشوف زينة مابقاش كتغني ولا كتطق على شي واحد بحال مكباصة ديال شوف راسك في المرايا بحال واش نتا يا راجل. سؤالي واش نتي تبعتي هذا الستيل يعني باش تحقي واحد عدد كبير ديال المشاهدات ولا فعلا كتطقي على شي واحد؟ هادي تفرن مكنطقش. لا بالنسبة لي أنا مكنكلاشيش وما عنديش مع الكلاش وكنبغي فاس مكنبغيش. أنا من هاد النوعية، أنا كنبغي الإنسان يجيني نيشان بحال هكا يا أنا دايرة كيتران، مكنبغيش اللفان والدوران مكنبغيش. بالنسبة للأغاني ديالي أنا كما قلتي أشنو واقع، أنا كنقول الواقع، الواقع اللي حنا كنعيشوه اللي ما كيقدرش يتقال هكا. يعني مرا مثلا رجلها مثلا كيحقرها كيحتقرها ما كيعاملهاش مزيان، ما كتقدرش تقول لي صابره على ولادها، ما كتقدرش مسكينه. ممكن زينه كتهضر بلسان هذيك المراه، يمكن زينه كتهضر بلسان كل وحده مضره من صاحبتها، دات ليها راجلها دات ليها كذا دات ليها، ما تقدرش تقول لها انت كذا انت كذا، تقدر تشعل غير اغنيتي وتهنى ان ميساج لا ما دابز ما دير والو غير شعل بلاي صافي ماشي مشكل. هذا هو اللي كاين. اغنيتي الاخيره ديال موكابازا شحال واحد سولني على العنوان، هو بالايطاليه يعني البقره المجنونه، يعني كنقول لها انت يعني انا كنقول لها انت شوفي وجهك في المرايا ما توصلينيش انايا، يعني ماشي انا شي حاجه لكن انا براجلي، انا مثلا بولادي، انا مثلا عندي هذا كيبغيني مثلا غير بحبيبي كذا، يعني انت علاش كتقلبي؟ كنتي صاحبتي ودخلتك وكليتي الطعام ديالي وكليتي، انا كنكلاشي اش كنقول لها شنو كاين؟